أحبائنا المشاهدين، نحن بنستقبلكم بحلقة جديدة اليوم من شو موقفك. اليوم بالحقيقة ما رح كتر كتير مقدمات، لأنه اللي بيتذكر اللي حضرنا آخر مرة بيعرف أنه ما قدرنا لحتى نقدر نخلص الموضوع اللي بلشناه، هو موضوع الإيمان. فكل الموضوع هيدا بيتوقف على قراراتنا اللي بناخدها بحياتنا. اللي بيآمن بياخد موقف بحياته. واليوم حابب دغري أقدم ضيفي، اللي هو مش ضيف بالآخر، هو من 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 أهل البيت، أسيس سعيد ديب معنا. رح نكمل هالأسبوع من اللي بلشناه الجمعة الماضي بس ما قدرنا نخلصه، فحبينا نكمل دغري لحتى نستلحق الوقت سعيد، لأنه آخر مرة ما قدرنا نعمل كتير إشياء مع أنه صلينا كتير، هذا كتير مهم. إيه أهم شيء نصلي بس كنا حبينا نوصل الأفكار للناس، وشفنا معجزات، في ناس ارتاحت. هاليلويا. الرب بهالبرنامج عم يعمل آيات وعجائب ومعجزات، ويسوع هو أمس واليوم إلى الأبد، وبعده عم يعمل عجائب. هاليلويا. حضروا حالكم لتاخذ معجزتك اليوم، بس لازم تسمعوا التعليم تيقوى ايمانكم لتقدروا تاخذوا المعجزه. انا حابب اشجعكم لما تسمعوا التعليم، مثل ما بيعملوا دائما التلميذ بالانجيل، التلميذ هو الشخص مش بس اللي بياخذ نظريات، اللي بيطبق كمان النظريات، هو شخص كل الوقت عم بيتعلم وكل الوقت عم بيمارس اللي عم بيتعلمه. فاليوم سعيد رح هلا اترك المجال انه انت تجود من بعد ما حكينا اخر مره عن الايمان الضعيف، الايمان العظيم، الايمان الثابت، كل هالمواضيع. حكينا عن ثلاث الايمان اللي بيبني، اما الايمان اللي بيمشي. بالايمان حكينا عن نوح كيف بنى الايمان البناء، حكينا ساره اخ نوح مع الله لم يعد يوجد لان الله اخذه اليه. هلا بنعرف ليش وهالاسرار. الايمان اللي بيبني حكينا انه ما تنطر الله يجيب الشاكوش، قال له عمر فلك يا نوح تتخلص فيه. ما نطر الله ينزل يجيب الشاكوش والمنشار، بلش يشتغل. وكان مستعد نوح لمية سنة، العالم كل العالم كانت ضده، تضحك عليه، تستهزئ عليه. الإيمان الحقيقي هو الإيمان يلي مستعد أن يبدو سخيفا بعيون الناس لفترة ما، بس يضحك أخيرا من يضحك كثيرا، من يضحك بالآخر مش بالأول. كان عنده إيمان لأن أخذ كلمة من الرب، وعلى إيمانه شاف أنه جاي تهديد، شاف بإيمانه أنه جاي غضب الله، شاف أنه فلك وبنى لأن وأخذ عظة من الله. ما كانش في كتب مقدسة، ما كان في أنبياء. مزبوط. هو الطعظة بالإيمان، إيمانك صار وسيلة الاتصال بينك وبين الرب، إيمانك وبيخليك تسمع الرب شو عم بيقول. بالإيمان، ويلي آمنوا بالمسيح هول خلصوا، مش بأعمالهم، بإيمانهم بالنعمة بالمسيح. نعم. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس أنه هبة من الله، وإن كل إنسان عنده مقدار إيمان. لحتى في شغلة تانية سعيد، بس حيب وقفك هون، لأن الناس كتير عندهم فكرة غلط من ناحية، إذا ما بدو الغلط مثل خاطئة يعني، من ناحية الأشياء اللي بيخدوها بالإيمان. مثلا أنا دايما بسأل الناس، مين في شخص بار بيناتنا؟ ما حدا مسترجي يرفع إيده. ليه؟ لأنه بالإيمان ما صدقوا أنه يسوع هو عطانا بر، بيفكروا انه بار يعني هو ما بيغلط ولا غلطه. انت عارف خبر انه ما فينا نفوت على ملكوت الله اذا ما كان برنا يساوي لبر المسيح؟ مزبوط. واذا برك لا يساوي بر الله وما كنت مثل الله، ما فيك تفوت على السماء. فاذا كمان بده ايمان، يعني بده كمان إيمان. بدك تامن انه انا مني صحيح، لكن بر يسوع. هاليلويا. هذا البر اخذته هبه من الله، وهذا قوتنا بالحقيقه. بس امنا بالمسيح اننا البر، ويلي اخذ البر بالايمان ما في قوه سلاح بتقدر له. هللويا. لان كل اله صورت ضدك لن تنجح، كل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، لان هذا ميراث القديسين يقول الله برهم الذي هو مني ليس منهم. هللويا. هيدي سعيد خلينا نبلش بالشخصيات، كنا عم نحكي هلا كيف بدنا نبلش بالامور. بدي اعمل مقدمة صغيرة اذا بتسمح. ايه لي. ايه. بدي اقرا معكم من كولوسي، شوف صح الاول والعدد 12 و14، بقول شاكرين، اشكروا يعني الاب، اشكروا الاب لانه جعلكم اهلا لان تقاسموا القديسين. يعني يا كنيسه عم يكتب للمؤمنين، انتم صرتوا اهل، لحتى شو مش اهل يعني، اوكي اهل طبعا، اهل من اهل البيت، ولكن صرتوا عائله الرب، وصرتوا اهلا يعني صار عندكم حق شرعي لان تقاسموا القديسين ميراثهم في ملكوت النور. بقول فهو الذي يسوع نجانا من سلطان الظلام، أو الآب، نشكر الآب لأن الآب نجانا من سلطان الظلام ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه غفران. يعني احنا كنا بمحل، في ملكوتين، وانتقلنا محل، كنا بملكوت الظلمة. ملكوت الظلمة هو سيستم سيطر عليه إبليس، هو المطرح اللي ما فيك تشوف. أما الآن نقلنا إلى ملكوت ابن محبته، ونحن قال يسوع أنه الملكوت صار فيكم في داخلكم. الملكوت يكتمل عند مجيء المسيح وقيامة الأبرار وقيامة الأموات الدينونة. يكتمل الملكوت هناك، ولكن
الملكوت ابتدى لأنه يسوع بشو وعظ يسوع؟ عنده رسالة واحدة كان ملكوت الله أتى، أجا ملكوت الله هو فيكم وبدخلكم يعني بده يخدم. شو يعني ملكوت الله؟ هو المكان الذي يملك فيه الله، هو ملكات ملكوت النور. يعني إبليس ما عنده قوة علي بالأشياء اللي بعرفها، إبليس عنده أشياء قوة علي بالأشياء اللي ما بعرفها. كرمالك هلك بقول لهم ذهب شعبي للسبي بسبب شو؟ عدم معرفتهم. بس كان عندهم فرصة ليخلصوا بالسبي، قال لهم هوشع بالسبي للشعب، قال لهم هلك شعبي. هونيك صبي يا شبي شعبي، بس كيف يخلص لو آمنوا وتابوا؟ قال لهم هلك شعبي لأنهم ما عرفوني، أنا ما عرفوني. فهون المعرفة، معرفة الله أول شيء، معرفة كلمة الله ثاني شيء، ومعرفة حقوقي بالمسيح. بس هون في ناس أنا بفكروا المعرفة يعني إذا درس سيانس وبسيكولوجي وكذا، هذه المعرفة. مش عم نحكي عن هذه المعرفة، بس إذا بتأكد للناس معرفة هو يسوع بشخصه، معرفة يسوع أن يعني تعرف شخص هو أن تعاشره. يعني أنا فيني أعرف عن فيني أعرف عن مادة تريزة. بسمع كتير ناس بيحكوا نظريات بيقولك لو كانوا الناس بيعرفوا يا معلمين يا مسقفين كان متفادى كتير مشاكل. هذا مش شيء منه مزبوط، لأنه في الناس اللي أكتر شيء أشرار بيكونوا، ممكن يكونوا الناس اللي أكتر شيء متعلمين أوقات، لأنه هذا شيء بقلبنا. بس حتى الناس، أنا أوقات بحس الناس بيفهموا الأمور مثل يعني نحن عم نقصد شيء إنه بيفهموا بغير طريقة. فإذا المعرفة شو سعيد؟ المعرفة هي أن نختبر المسيح، أن نعرف المسيح، نعرف المسيح ونشاركه بألامه، لأنه هو حكمة الله. يعني هو حكمة الله، هو الرب يسوع بشخصه. المسيح معرفة المسيح، الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت للحق وابنك يسوع الذي أرسلت. الحياة الأبدية مش أنك تعرف الكتاب، الحياة الأبدية أن تعرف يسوع، أن تعرف شخصه. قال له بتعرفه؟ قال له إيه. قال له عشرته؟ قال له لا. قال له ما بتعرف شيء لك. هي أن يكون عندك شركة بستر العلي. اليوم أنا بدي أحكي مشاهدين المشال كيف ممكن الواحد يحصل على العجيبة تبعيته. كل واحد منا محتاج لمعجزة. أنا محتاج الليلة لمعجزة إلهية، بدي تدخل إلهي كل يوم. بقى كيف بدي احصل على المعجزة؟ بدي احكي عن موضوع الايمان الذي يرى. يعني كنا بالظلمة ما عم نشوف. الان الاعمى الى هذا الدهر عيون غير المؤمنين. طب خي عندنا غير المؤمنين الاشرار عندنا عيون. اي عيون عم يحكي عنه؟ عم يحكي عن البصيرة الروحية، بصيرة. عم يحكي عن عيون الروح، عن عيون الاصلي كي يفتح عيون اذهانكم لكي تروا الى اي مجد دعاكم الرب. بس اذا ما شايف المجد اللي دعاك يا المسيح، راح تضلك تركض كل حياتك ورا مجد باطل وما راح تشوفه العجيبه. اليوم يلي بيصير بادم وحواء، كنت عم بحكي انا وياك، قال انفتحت عيونه. يا اخي عيونه كان اي عيون؟ فتحت عيونه على الخطيه وعلى العالم وعلى الشر، لانه غمضت عيونه الروحيه بس اكلوا الشجره وانفتحت عيونه الخطيه. نعم. يعني اليوم عندك انا ما عم بحكي عن العيون هو اللي بنشوف فيهم الطبيعيات. إنساننا الباطني، نحن ولدنا ولادة تانية، وروحي عندها عيون. أزبط. ولكن إذا روحي ما عم تشوف، ما حتحصل ولا على عجيبة. قال له بدي أحكي الموضوع اليوم بكل بساطة، ما تراه تمتلكه، وما لا تراه بالروح لن يمكنك، ما بتشوفه أن. وما فيك توصل أبعد مما فيك تشوف. مزبوط. ما حفيك توصل أبعد. أصلاً كتابياً لحتى بقول رب ما فيك ترضي الله بدون إيمان. ما فيك تفرح. شو الإيمان؟ أن نرى ما لا. وعندك ثقة فيه يعني كمان. موسى قال بالإيمان. موسى ترك مجد قصور الفرعون. كان الفرعون الوريث موسى شرعيا، ترك مجد. يعني أقوى دولة بالعالم بوقتها كانت لشو هلأ أمريكا تنقول. كان هو إيه رئيس أمريكا. مزبوط. موسى من بعد الفرعون قال ترك أمجاد، لأن شاف أن يزل، فضل أن يزل مع شعب الله وينهان وبلا أكل بلا شرب بالبرية بلا بيت بلا خيمة بلا شيء. لقى العار معهم أغنى من كل مصر وكل كنوزة. مزبوط يا عمي. شو بس تخيل لو هو ضل بمصر وضل فرعون، ما كان شاف مجد. مين كان حكى عنه؟ كان مرة مثل رمسيس وبيحكوا عنه وبيروح بنبشوا عليهم علم الأثار، بينما هو أوحى لك عارف في كلمة الرب، عارف أنه أن أكون مع شعب الله. هي. أن أكون بكنيسة الله، أن أكون مع عائلة المسيح، هيدا اغنى من كل غنى مصر وغنى العالم. هللويا. سعيد قبل ما نكمل بس حابب اذكر المشاهدين انه نحن دائما بنترك ارقام للي بحب يتلفن على 255-01-255-500، يا اما على سيلولار السي سعيد 03-763-744، يا اما على سيلولاري 70-155-844. بليز ما تنسوا تتصلوا اذا محتاجين للصلاة اوريدي. قبل ما نبلش سبق وقبل ما بلشنا في عنا سعيد أسامي ناس محتاجين للصلاة. yeah. مثل جنات بدها تصلي لقاسم. أيوة. مرتا بدها تصلي لعائلتها، سونيا لعائلتها،
أراكسي أراكسي لعائلتها كمان، وسيرلسي كمان مرقين بوقت صعب مع كل الجروب. يا ريت هيك بس نحطهم بنحطهم بالصلاه هلا سوا. أمين. قبل ما نكفي هيك نمشي شغله ورا شغله. امين يا رب باسم يسوع بنرفع لك كل هالطلبات، بنرفع لك هينا قاسم يا رب باسم يسوع، تحط ايدك على اجره ويلاقي له مأوى باسم الرب يسوع، يقدر يهتم فيه، يقدر يساعده، يقدر يخدمه خاصه بهالوقت باسم الرب يسوع. بنصلي لأراكسي لعائلتها ولكل الطلبات يلي انطلبت. بنصلي لاخوتنا غسان ومنى بايطاليا، ولعمار وعبير يلي كل عم يطلبوا هلا صلاه، مارتا وسونيا شدياء، صلاه خاصه لهم باسم الرب يسوع ان تفتح عيون ذهنهم الباطني ليروا ما لا يرى، ليروا الى اي مجد دعوتهم يا رب باسم الرب يسوع. نعم المسيح نعم. امين. صلي يا سلوسي كمان يا رب انك انت تجي بهذا الوقت الصعب. نحن ما بنعرف شو هذا الوقت الصعب، لكن انت بتعرف يا رب، انت بتعرفها، انت نسجتها ببطن امها، انت بتعرف كل مشكل ممكن تمرق فيه، كل صعوبه بتمرق فيها، لكن انت المقوي، انت المعزي بروحك القدوس يا رب. بنصلي انك تجي وتمتلك يا رب كل المكان، تمتلك يا رب اوقات حياتها، انك هلا تكون انت مسيطر يا رب على كل شيء عم بيصير بحياتها باسمك يا رب يسوع. بنصلي جاك نكفي عن موضوع ان نرى بالايمان. أوكي. ان نرى ما لا يرى. اوكي بالايمان ابراهيم قال له اترك، ترك قال له روح ارض بديل، راح بالايمان، مش عارف حاله لوين رايح، مش عارف حاله لوين، بس بعيونه شايف وين رايح. خلينا اقول بعدين قال له الرب يا ابراهيم افتح عيونك، انظر الى اليمين، انظر الى اليسار، انظر، قال له كل شيء بتشوفه راح يكون ملكك. عد رمل هيدا اول شيء، بس قال له على الارض، بس قال له طب بس انا ما عندي اولاد، قال له انظر الى نجوم السماء، قال له انظر، رفع عيونه، قال له اطلع بالرمل، قال له كيف بتطلع على الرمل شايفه من قبل، قال له اطلع فيه، قال له اطلع بالرمل هيك شايف كل حبات الرمل، قال له تخيلهم هون راح يكونوا اولادك، راح يكونوا هيك اولادك الروحيين، يعني اي نسلك راح يكون هيك. ونحن نسل ابراهيم اليوم بالايمان لانه هو ابا المؤمنين. قال له ما تراه سيكون لك، ما فيك تحصل عليه اذا ما شفته. ليك شو بحطها هون بولس الرسول بطريقه كثير ذكيه، يلا هذا الوحي الالهي كان عم يحكي عن اضطهادات البناء، ما نحن الا انيا من خزف نحمل هذا الجزر، ان تلك القوه الفائقه هي من الله لا منا، يشتد علينا الضيق. 2 كورنثوس 4 هذيك المره قريناها، في ضيق علينا اكيد بس مش معناتها الله تركنا، مش مسحوقين يعني ايه. قال له يشتد علينا الضيق، لكن نحن عنا بالملكوت، ندنا الملكوت. وين الملكوت؟ الملكوت فيكم، الملكوت داخلكم. بس اجا، بس قبلت المسيح مخلص لحياتك وتعمدت على اسم المسيح، انت حصلت على الملكوت. إيه؟ وهذا الملكوت داخلك لا يقهر. انه الله لا يقهر. اذا الله يقهر يعني هالملكوت، لو قوصوك بضل الملكوت، بضل الملكوت، يعني انت بتموت بس بتفوت على الملكوت. هللويا. الملكوت بضل، يعني بتنتقل. لو ذبحوك لا تقهر. هللويا. قال يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحك، نحار بأمرنا ولكن لا نيأس، يضطهدنا الناس ولكن لا يتخلى عنا الله، قال نحتمل في أجسادنا ألام موت يسوع لتظهر أيضا حياته في أجسادنا. بكفي هيك بقوله جاء في الكتاب تكلمت لأني أمنت. أول شيء الإيمان يتكلم، يلي بتحكيه ببين على إيمانك، يلي بتحكيه ببين على شو الإيمان فيه، يلي بتقوله بفرجيك انت شو شايف مزبوط بروحك. مزبوط. يلي عنا اتصال سعيد، بس ما ننطر كثير الناس. يلا ناخذ اتصال. الو 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 مين في معنا؟ معك صوفيا. اهلا صوفيا. صوفيا شديع، اهلا وسهلا. بدي مريضة، بدي تصلوا لي تعملوا معروف. اها شو لمين الصلاة؟ أنا. لا 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 لك لا اللي ايه. اوكي فيك تقولي شو هذا المرض ما ألو. بس بنصلي. الو ايه عم نسمعك سونيا. عم يسمعني؟ ايه عم نسمع. سونيا بدي منك تصلي لي مشال. ايه سوري فيك توطي التي في عندك بس وتحكي. ايه تفضلي تفضلي. اوكي رح نصلي لك سونيا. اوكي اسي سعيد. امين يا رب. نصلي لسونيا باسم الرب يسوع المسيح، ننتهر كل مرض من جسدها يا رب. ننظر الى الصليب ونراك على الصليب تقول قد اكمل، قد تم شفاء، ونرى جلداتك ونرى باسم الرب يسوع انه بجلدتك قد شفينا. نعم. يا رب اني ارى شفاء. نعم. جاي على سونيا واحييه وبقول لك يا رب شكرا، وخلي سونيا تشوفه وتحكيه وتاخده باسم يسوع المسيح.
الآن باسم يسوع. باسم يسوع. آمين. في جانات كمان عم بيقول لي وسيم إنه اتصلت كمان، بنصلي لشفاء. بالحقيقة في أوقات ما بنقدر نعرف كل التفاصيل، بس نعرف إنه يسوع بيعرف التفاصيل. فنحن رح نحط جانات بين إيدين الرب بعائلتها، إذا في حدا مريض، يا إذا هي شخصيا مريضة. جانات هلا أنت حطي حالك بين إيدين الرب، إذا بدك كبي حالك بين إيدين، ارمي حالك قدام الرب، والرب هو اللي بيشفي بجلداته. شو فينا بتقول الكلمة، هو اللي بيحملنا بكل مأسينا وبكل معاصينا وبكل الأشياء اللي عم تعذبنا وما عم بتوجعنا. باسم يسوع بنصلي شفاء عليك إلى التمام. آمين 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 باسم يسوع. بتفق معك ميشيل. 2 كورنثوس 4 في اتصال بعد 13. ألو ألو، مساء الخير. أهلا، بدي أحكي مع الأسيس ميشيل لو سمحت. إيه ميشيل عم بيحكي. أول شيء في عندي تعليق صغير على المقدمة. نعم. لحضرتك قلتها إنه بالحلقة الماضية ما عملنا شيء. قلت له للأسيس سعيد إنه ما عملنا شيء بالمرة الحلقة الماضية. عملنا من ناحية شي. التعليق، من ناحية التعليم سوري. عملت كثير، والرب بيعرف شو عملته، والرب بيعرف هالحبة اللي عم تزرعوها قديش عم تنمى وقديش عم تشتغل، ولو مش هلأ ظهرت. ايه اتاكد 100%، نحن بوسط الناس وعم نسمع ونعرف، اتاكد 100% حضره الاسيس انه كلام الرب حينما وحيعطي اضعاف الاضعاف. والرب يباركك ويبارك الاسيس سعيد. ايه ثانك يو. وانا بشكركم وبصلي معكم و... ما عرفنا اسمك. رجا راشد. رجاء كيفك اخ رجاء؟ يسعد لي مساك. يسعد لي رجاء. انت يمكن انا ما وصلت مزبوط، بس عليك تعبول انه كنا بدنا نعلم عن التعليم بس ما لحقنا نعطي تعليم كل هذا الموضوع. انه نوح اشتغل 100 سنه حتى خلص الفلك. ايه ولو اشتغلنا 100 سنه وما بين النبته زرع حيطلع باذن الله. امين. بيوم من الايام باسم يسوع. العالم عطشانه، العالم عطشانه كثير 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 عطشانه الرب. العالم لحتى تسمع هالكلام، وهلأ بلشنا بعصر النور، بلشنا بعصر التنور والعلم. يعني مش بس صار إيماننا مبني على 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 حقيقة الكلمة. أمين. والرب معك. مرسي يا رجل. تسلم. أمين. تسلم. الله معك. مرسي. أمين. إيه؟ حكينا هذيك المرة أنه من يبيش الإيمان يأتي من الخبر، من كلمة الله. مزبوط. هذا الإيمان الحقيقي من الكتاب المقدس. إيه؟ أنه ما فينا نبني حياتنا على شو بتقول الأخبار، لأن الأخبار كل يوم تتغير، عناوين الصحف تتغير، ولكن كلمة الله ثابتة لا تتغير. ما فينا نحكي نبني إيماننا على شو بتقول ستي وجدي وشو بقوله قال. أنا لحتى بقول سعيد، أنا دائما الناس لحتى بقول لهم، بقول له أنا لما بقول لك شيء بقول لك مثلا يسوع قال اللي وين هيدي، لازم نكون منتبهين نحن اشخاص، نكون واعيين على هذا الموضوع، لانه بينبنى ايماننا من وراء كلمه رب موجوده بالكتاب. وما بدنا نبنى على اساسات غلط. ايه؟ يسوع قال في جاهل وعاقل، الجاهل بنى بيته على الرمل والعاقل بنى بيته على الصخر. شو هو الجاهل؟ يلي سمع اقوال المسيح ولكن ما بني عليها، بني على شيء ثاني. اما هذيك سمع اقوال ناس وسمعوا وبني عليها، بني عليهم. سو هون الايمان العام. اوكي بنكمل. يلا اللي بيبني على الايمان. هلا هون بنكمل، بيقول جاء في الكتاب تكلمت لاني امنت. يعني يلي انا بحكيه بده يكون مبني على الشيء اللي بامنه. إيه؟ لانه الايمان يتكلم، الايمان يرى، الايمان يسمع، الايمان يمشي. هو إيه؟ يبني، نسلك بالايمان، الايمان يبني. هو الايمان بالايمان اولا واخيرا، ومن دون ايمان لا يمكن، يستحيل ارضاء الله ويستحيل ان نحصل على شيء من الله. مزبوط. الله ما بيفهم عربي مع انه بيفهم كل اللغات، بس لغة الله مش عربي مثل ما بيقولوا لنا، ولغة الله مش انجليزي ولا فرنساوي ولا يوناني ولا عبراني ولا لغة. لغة الله الوحيدة هي الإيمان. مظبوط. لغته، لغة الله. إذا بدك تحصل على شيء من الله يجب أن يكون عندك أنا آمنت، لذلك تكلمت، وتكلمت لأني آمنت. على 13 2 كورنثوس 4 على 13 بكفي. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم اليوم لأننا نؤمن، عارفين ان الله الذي اقام يسوع من الاموات سيقيمنا معه. بكفي بعد 16 لذلك لا تضعف عزائمنا مع كل الاضطهادات، مع كل المشاكل ميشيل، مع كل المرض، مع كل الفواتير. لا تضعف عزائمنا، منضل مصممين على الايمان ومننطر. لا تضحكوا علينا، رح يجي نهار ورح نحن نضحك بالاخر. هللويا. بيقول هيك ان الانسان الباطن، شوف شو حلو هون، الانسان الظاهر فينا من برا يسير الى الفناء. يعني على طول شعري بهر، بجرب حط له دواء تمام. انه جسد هذا بده يروح. بلشنا نجاعد، بلشنا نحط شويه بودره مش هيك. انت بلاحظ كمان سعيد انه ببلش يطلع لك شعر بالمحلات ما لازم يطلع. ما لازم يطلع وبيروح الشعر بالمحلات لازم يطلع. يعني كله بالقلب يعني.
بنكون عم نطوى بنصير عم نقصر. انا دائما بقول لهم هيدا الرب يعني عم بيستفيد من هذا الشيء لحتى نتواضع. هيدا خيمه بدها تر. هيدا انساننا الظاهر قال انساننا الظاهر قال يسير الى الفناء، عم بيروح عم يهتري راح يصير تراب، من التراب والى التراب. اما الانسان الباطن الذي فينا هذا الملكوت، بس نلت الروح القدس، انت نلت الملكوت، الملكوت صار فيك وانت صرت بالملكوت. قال هذا الباطن يتجدد، هالليلويا، صار في ابديه، يتجدد يعني لا يموت، لا يموت. مثل السياره، مثل سيارتي، كان عندي سياره بيجو اذا بتتذكرها عتيقه، ما عم نعمل دعايه للبيجو بس هيدي اشتريت انا وبليتني فيها. لا لا غير وحده، هيدي غير وحده، هيدي حدا بليني فيها. فكان يطلعوا معي، كنا بالمر اغسطينوس دي تي اس، عم نعمل دي تي اس، كان يطلعوا معي تلاقي البسينات بقلبها لان ما في ارضيه لها، تلاقي بسينات كلاب. كيف بتتذكر تبع السوق المتحركه؟ ايه بتمشي بتطلع هيك لها ارضيه. إيه. بس شو هيدي السياره هرهرت من برا، بطل فيها شاسي، بطل في شيء، مطرح تحط اجريك بقلب السياره، يعني بتطلع بتلاقي الزفت عم يقطع تحتك، الصناديق مهرهر، دواو مهرهرين، ما في شيء. ب 92 هيدي. إيه. ولكن ركبنا لها موتور، موتور سبق، سياره سبق. بس ادعس، بس ادعس فيها بنزين، سيرد ولي يضربوا بالارض، بتب من قدام بقى وتحفر جوره مثل الفراري، جسد فاني بس مطير من برا، يعني فاني بس من جوا مطير قوي يعني. بقى هذا الايمان يعني من برا عم نهرهر صحيح، ولكن من جوا عنا قوه ايمان بالمسيح يسوع كرماله بيقوى وبيتجدد وبيشد. هللويا. ما تعتل هم ختيارتي، ما تعتل هم عم تتقدم بالعمر، ايمانك يتجدد على صوره المسيح، كل يوم تنصير على صوره المسيح. بكفي بيقول يوم بعد يوم، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها. راح أحكي عن النظر، هلا ما نفوت بالنظر، أشياء منظورة يعني. لا ننظر إلى أشياء، لا ننظر إلى وقاع. الواقع بيقول لي إنه أنا عم خطير، الواقع بيقول لي إجا مرض ما في منه شفاء، الواقع بيقول لي إنه هالفاتورة بدي سددها آخر الشهر وإلا بالحبس، الواقع بيقول لي ابني مدري كيف بدي أعمل فيه ترده للكنيسة، بنتي ما بعرف شو. الواقع بيقول لي أمور صعبة، ولكن إيماننا يستدعي الأمور الغير منظورة كأنها منظورة. أيه. لأن الله بالسماوات ما لم تره عين، كنسولة 2، ما لم تسمع به إذن. أيه. ما قد عده الله الذين يحبونه. الأمور يلي ما فيك تتخيلها قد محبة الله لإلك، حضر لك أشياء ما فيك تتخيلها، لا عين فيها تتخيلها ولا عين شفتها، ولكن كيف أنا بدي أخذ، كيف بدي أعرف؟ قال وكشفها لنا الله بالروح القدس. أمين. لمين هو كشفها لنا بالروح؟ بس صلي بالروح القدس، الله يكشف لي أنه أنا محبوب، الله يكشف لي أنه أنا ابنه، ابنه مش ابن عادي، ابن محبوب. مزبوط. الله يكشف لي أنه سعيد، آمن فتأخذ، لأنه لا شيء سعيد. تفضل نأخذ اتصال. يلا. يلا. ألو 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 بونسوار. ألو وي بونسوار. مين عم يحكي معنا؟ سناء. بليز سنة. فيني اطلب من القس يصلي لي على نية شوي تسهيل وشوي تفتح اموري بالدنيا بالشغل وبالحياه ما سمعت مزبوط سناء، فيك تعلي صوتك؟ نعم فيك تعلي صوتك بس بليز سناء شوي. ذكر بس عم بطلب منه اذا بيريد يصلي لي على نيتي شوي تسهيل للامور بالشغل بالحياه اليوميه بالعيله اذا في مجال. أوكي. امين سناء، بدي اطلب منك طلب. بتامن انه يسوع بحبك؟ نعم. بتامن انه يسوع بحبك مات كرمالك؟ بموت عليه اكيد. اكيد. اذا اكيد ماشي، غمض عيونك، ارفع ايدك للرب، قولي له انت هالقد حبيتني ما راح تدخل علي بسلام وفرح ومحبه، هيدا ملكوتك. ارفع ايديك وانا راح صلي معك باسم يسوع يا رب، باسم يسوع بصلي لتفتح عيوننا لسناء على عالمك، على ملكوتك، على محبتك، لترى مجدك أيها الله الآب من خلال يسوع على الصليب. أمين. أمين. لترى أنه كل شيء قد أكمل وتحقق من أجله، لترى الشفاء، لترى البركة بحياتها باسم الرب يسوع. افتح عيونها، كل شيء بتحب تشوفه خليها تشوفه بروحه، بروحها، وخليها تقوله بالتمة، وخليها تتنبأه على حياتها. وأنا بقول باسم يسوع فليكن لك كل ما ترغبين به بحسب إيمانك. أمين. باسم يسوع. أمين أمين. معنا اتصالتين كمان. ألو ألو إيه أهلا بونسوار. اهلا بليز تعلي صوتك بس انه السبيكر واطي. بونسوار بونسوار. اهلا. بدي اعزبك احكي مع البير. ايه ميشيل عم يحكي. كيفك كيفك بير ميشيل؟ اهلا. بدي صلي صلاه بليز عنيه ابني، شاب عنده مشكله بالدم، عنده مشكله. يا ريت بتساعدني وبتشاركني بالصلاه. اوكي 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 بليز. مين عم يحكي؟ سناء. سوري اسمك شو بليز؟ ريما؟ نعم. شو اسمك سوري عن جديد؟ عايدة. اوكي.
بليز ما بدك تغمض عيونك تركز على يسوع بليز وتآمني انه هلا هو قادر انه يغير كل الامور، لحتى اذا في رابورات من الحكمه، اذا في اي شيء منه صحيح، مثل ما كان عم يحكي هلا قسيس سعيد انه الواقع بيحكينا شيء، لكن عيون الايمان واراده الرب فيها تسيطر وتغير كل الامور. يا رب هلا بصلي يا رب لاختي انك تجي وتلمس بايدك ابنها، تلمس يا رب كل رابور عم بيصير يا رب، تلمس كل دورة دموية عنده إياها، تلمس كل شريان، كل عضل بجسمه، أنت يلي نسجته ببطن أمه، أنت بتعرف كيف بدك ترجع تركبه عن جديد، ترجع تجدده من جوا. باسمك يا رب يسوع منصلي لشفاء، منصلي لإيمان بقلب أمه كمان أنها تقدر تستوعب وتقدر تستقبل هيدا الشفاء مشان ابنها. يا رب باسم يسوع تعا يا رب وتجلى بهذا البيت، لحتى يكون في شهادة بهذا البيت انه هيك كان الواقع، لكن حقيقة يسوع هي انه غير وحسن وشفى وجدد كل شيء بهذا البيت، صحة ابني وصحة كل العائلة باسم الرب يسوع المسيح. امين. نتكلم سلام على هذا البيت باسم يسوع. لك ميشيل، الواقع اللي حوالينا اذا ما نطلع على الاخبار وما نطلع على المشاكل والظروف والوقائع، صدقني رح نتعب ونخاف. مثل بطرس بس صار يشوف الموج أشط، كان ماشي على المي بطرس، بطرس بس شاف العواصف وطلع شال عيونه عن يسوع وقع. بدي أنصح الكل، خلي عيونك إلى على يسوع. المكتوب هيك عبرانية 12:1-2، ناظرين إلى رئيس إيماننا ومكمله. إيماني ناقص يسوع بيكمل لي، هللويا. حتى إيماني بيكمل لي، حتى لو إيمانك ناقص نزور للمسيح ونزور لإله، قل له أنت كيف احتمل، هل احتمل القهر والعذاب من أجل السرور الموضوع أمامه؟ أي سرور؟ هو رايح على الصليب كان شايف سرور، لأنه شافنا، شافنا شو عم بيصير معنا، شاف هلأ أنت عم تشفى، شاف أنت عم تتبارك، شاف أنت عم تخلص، هللويا. شاف أنت عم تخلص. هيدا على الصليب كالع بيخلي لي يسوع هللويا اقتلولي هلا عم بغلبك يا إبليس. بالفعل هيدا اللي صار، قال لهم لتلاميذه يسوع كفاكم ها هنا، خلينا نعبر إلى الناحية المقابلة. قالوا امرهم ان يطلعوا بالسفينه، طلعوا 12 تلميذ، امرهم يطلعوا هلا هلا، قالوا هلا طلعوا بالسفينه، قال فلنعبر الى، اعطاهم كلمه، شو قال لهم؟ قالوا فلنعبر. قالوا خلينا نروح لتاني ميله، يعني قال لهم رح نروح لتاني ميله، يعني رح نوصل لتاني ميله. طلعوا بلش يطلع كل الكنيسه طلعت، وين بسوي 12 تلميذ كل الكنيسه كلهم حطهم بالسفينه، وهن فاتوا بالسفينه، حط راسه ونام. لا انا اعطي كلمه انا رايح لهونيك وخلص، كلمة لو شو ما صار بدي اوصل بدي اوصل، يعني لازم يصدقوا انه هن رح يوصل لهونيك. هن قال لهم روحوا لهونيك، مفروض يامنوا كل هذا. وهبت العاصفة وجن جنون الشيطان وقوم عاصفة على السفينة. كان بين الرب سمح له يعمل، ونايم طمن باله عم يرنم، ما بعرف شو عم يعمل يسوع بس نايم عم يراقبه. طب بقول لك نايم كان غافل، نايم عم بشنخر مرتاح بس والعواصف والرعد، بس يطلعوا يشوفوا الرعب والشباب. وقام يسوع قال فلامهم على قلة. لك في شغلة عملوها سعيد حبيبي بس شدد على هذا اللي نعمله نحن، ليمون ليمون انه انا همك اننا نغرق. هذا اللي نعمله نحن، هذا اللي نعمله نحن صراحة مني وجري، يعني مش عم ام يسوع شو عمل لك؟ بس خلص هالفكرة لانه رح نوقف بريك بس صغير، ناخذ بريكين مش مشكله. لا بريك مع انه ما بيشبع منهم. شو عمل يسوع؟ شو عمل؟ قام امر البحر، مش قال له بترجاك يا انا بالسماء، الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله هي. الله يخليك يا الله، وقف لي هالبحر. وقف لي هالعواصف. ما قال هيك، لان عرف انه هو ملك بالملكوت والملكوت جواته. قال امر، قولوا امر، خرس العاصفه، قال له اخرس اصمت ابكم، وقف العاصفه، رعبوا تلاميذه بلش عيط عليه، ولا بكون شيء انتو ولو ما انا قلت لكم حتوصلوا. قال له شو بدك منا يا يسوع؟ يعني شو كان لازم نعمل؟ كان لازم تؤمنه. تأمنه. الإيمان تأمنه. الملكوت يلي جواتك هو الملك صار فيك، بطلت العالم ولا الخطية تملك علي ولا إبليس يملك علي. الآن السلطة التي فقدت بالجنة ردلنا إياها يسوع، أعطيكم كل السلطان يلي فقدت بجنة عدن بالمسيح، ردلنا إياها بعد القيامة إذ نفخ فينا الروح القدس ونقبل الروح القدس، صارت السلطة جوانا. والآن أنت عندك سلطة على البحر، على الهواء، على النبات، على النبات، أنا من النبات، على النبات، على النبات، صار فيك تتسلط على النبات، صار فيك تتسلط على كل الطبيعة وتخضعها للمسيح. أمين. ويلا منفوت بريك، رح يكون عنا بريك هلا نسمع ترنيمة كتير حلوة لخي، لأنك كتير محبوب. شخص مرنم عن جد مبارك حبيبي زياد شحادة، خلينا نسمعها مع بعض. هللويا.
افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، اغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس، وان كان في وسطنا حرام قدام عدونا الهزام اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من اللصوص. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهيبه قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بالدم شعبك تقدس، عمل صليبك يا مخلص، واحنا جينا لك نتخصص شعب المسيح نفروس، وعشان كلامك انت الحق وغير كلامك ما هوش حق، هنرفضه ونقوله لا وبالوصايا نلوم. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهيبه قدام جلالك. يا عالي يا قدوس جايين غرضنا تشكلنا، ده احنا عملك يا جبلنا، اينا كرامة تعملنا بروحك القدوس، ونعيش عشان نخدم شخصك نجد كرامة تكون لاسمك، كل الشباب يتكرس لك ويصير معك محفوظ. بيوت عبيدك تحفظها، تمد ايدك وتصونها، صوت الترنم يغمرها، تيجي بحضور ملموس، مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجايب، بتحفظه في التجارب، ابليس يعود مدعوس. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهيبه قدام جلالك. يا عالي يا قدوس فضينا منها ايادينا، لا تخصنا ولا نشلينا، بالتقوى وقدست السيره ماهيش غنى وفلوس، ولا احنا هنكلبش فيها وطئة قدم ونعديها، لكن قلوبنا ما تبغيها عبر بعزم ندوس. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بها اوكي. رح نرجع نكفي مع بعض مع قسيس سعيد. قسيس سعيد، هلا كنا عم نحكي نحن عن المعهد اللي انتم بلشتوا، فكر بس على السريع تقول، لانه هذا شيء كثير مفيد للناس. بلشنا معهد للتلمذه المسيحيه، يعني باللايف سنتر ببرج حمود بشهر 4 ليالي للتلمذه، وللي عم يخدموا الرب عاملينهم مستوى اعلى، بخلص تلمذه بيطلع على المستوى الثاني اللي هو مستوى القاضي. 3 ليالي بالشهر، 3 اشهر اي شهر، لا اللي بده يتسجل فيه يحكي معي بحي الله وقت، او في فوت على www.lifecenterbeirut.org، فوت على معهد القاضي lifecenterbeirut.org lifecenterbeirut.org، في تسجل اونلاين، ويلي برات لبنان بسوريا بالعالم العربي فيني يفوتوا وياخذوا كورسات اونلاين، يعني كل شيء
راح يصير على الانترنت نعطيهم باسورد بيصيروا هن يتابعوا معنا. عصيرة الايمان كمان ما زال بلشت انت بالدعايات، انا بدي اعمل دعايه صغيره كمان. يلا تفضل. انا انت عملت دعايتك انا بدي اعمل دعايتي. نحن كمان هيك حابب شجعكم، لانه بالايمان نحن مؤمنين انه بلدنا الرب بده يحط ايده عليه ويمسكه ونسلمه ليسوع. عم نعمل مشي كل يوم، بلشنا امبارح رح نمشي على 7 ايام حوالي مجلس النواب. هلا سمعونا على التلفزيون بيطب عليكم. حوالي مجلس النواب عم نعمل مسيرة صلاة، منصلي وبنبرم حوالي المجلس مثل ما عمل شعب الرب من زمان بأريحة لما كان الرب بده يعطيهم الأرض. نحن مش رايحين نستملك البرلمان، بس رايحين لحتى يكون الرب يكون يحط ناس عندهم مخافة الله، وعن ناس يكون عندهم هيك صلاح يقدروا يشتغلوا مزبوط للبلد. فرح نعمل 7 ايام، 6 ايام رح نبرم برمي وحدة سعيد وحوالي مجلس الحكومة كمان الوزراء، لكن 7 يوم رح نروح نبرم 7 مرمات. هذا اليوم الخطر رح يكون، لانه الجيش رح يقولوا شو بهم هودي عم يمروا مرة ورا التاني، رح يدوب اعدادكم، رح يكون كذا واحد عم يبرم معكم. فلهل حابب عم نلتقى كل يوم الساعة 7:30 قدام الساعة بساحة النجمة قدام مجلس النواب. هلا بس خلص انا رايح دغري لهونيك، رح يكون في جروب هونيك بنروح بنمشي وبنصلي، لانه نحن مؤمنين انه البلد رح يتاخذ من وراء الصلاه. رح امين، رح يجلس من وراء الصلاه، رح يزبط. امين امين. وكل شعب الرب بلبنان رح يصيروا تلاميذ للرب. هللويا. ان هذا الوعد اللي ردنا على لبنان انه كل شعبي تلاميذ شعب لبنان. اوكي. في اي كثير حلوه بسفر الامثال، ليك شو بتقول؟ كما يفتكر الانسان في قلبه او في نفسه هكذا هونيك بيروح. يلي بتفكروا بقلبك ويلي بتفكروا يلي بتشوفوا هيك رح يصير. كرمال هيك يسوع قال اجا ليفتح عيون العمي، قال له اذا انتم ترون، اذا انا جاي للعميان، اذا انتم يعني مش جاي كرمال جاي ليفتح عيون. قال اعمى اله هذا الدهر، اللي مفكر انه عيونه مفتوحين هو بيكون اعمى، بيكون اعمى. ويلي مفكر حاله انه ما عم بفهم شيء وبيطلب الرب وبيتواضع وبيقول له يسوع فرجيني انت نور العالم، هذا الانسان رب حيفتح له عيونه، حيشوف الحياة الأبدية، حيشوف المسيح جاي مع ربوات. بدي أسألك سؤال، كنا عم نحكي عن أخنوخ هذيك المرة. إيه. قال أخنوخ سابع الآباء بالإيمان أخذه الله إليه، رفعه إليه، مع أنه مات شاب يعني 300 سنة بعد صغير كان عادة بالنسبة لإلهم كان عايشه 1000 سنة بقى 300 وشي بقى أخذ الرب إليه. حكينا عنه بس ما حدا فكر أنه ليش أخذ الرب لإله لعنده. مثلا إذا بتفتح رسالة يهوذا شوف، وعبرانيين، عبرانيين حكى عنه، رح ارجع اقرا من عبرانيين، وصار اخنوخ مع الله ولم يعد يوجد لان الله اخذه اليه. هتا هيدا فكره صغيره عن يلي بتشوفه يلي بتفتكره هيك بصير. شوف بقول بكفي يهوذا عم يحكي عن الناس يلي مش مؤمنين، وبقول انبأ عنهم اخنوخ. هيدا في ذكر لاخنوخ، ومر بطرس بيذكر اخنوخ، بس يهوذا رساله يهوذا اصغر رساله اصحاح 1 هي عدد 14 بيقول وانبأ عنهم اخنوخ سابع الاباء، كان سابع شخص من بعد ادم. مزبوط. سابع ادم وبيجي اخنوخ سابع شخص من ادم، وانبأ عنهم حين قال انظروا جاء الرب مع الوف قدسيه ليحاسب جميع البشر ويدين. قال انظروا جاء الرب مع آلاف قدس. عن شو عم يحكي؟ ميشيل عن شو عم يحكي؟ عن آخر الأزمنة. الأزمنة الأخيرة، بس يجي المسيح ويخطف شو؟ كنيسة. شعبه كنيسته. بالإيمان منذ التكوين من 7000 سنة لورا بالإيمان أخنوخ صار مع الله، وأخنوخ عرف إنه في دينونة، وأخنوخ شاف المسيح نازل مع آلاف القديسين لكي يخطف الكنيسة والمؤمنين. قدر يشوف وقت الملكوت. يعني قدر يشوف إتمام الملكوت. إيه إيه. لأنه قدر يشوف الاختطاف. شو بدي يصير بأي سؤال عند البوق الأخير؟ بدي يجي رئيس الملائكة رح يدق بعين الأبواق، رح ينفخ بالبوق، وبينزل المسيح مع القديسين الأبرار الذين آمنوا بالمسيح، رح يجوا يلي سبقونا، واللي ماتوا حيقوموا من الأرض ويتحولوا يلحقونا بالسحاب، ونحن إذا كنا عايشين بعدنا رح نخطف. خير رح طير أنا وياك بالهواء، خير هلا يجي الاختطاف يجي المسيح ونطير من الاستوديو. أنا هي عم فكر فيها، بفضل كون ميت وما بلا فكر فيها كيف بدي طير بالهواء. هلا اتصال على كل حال بركي قبل ما نطير. الأخنوخ شاف الاختطاف، شاف الاختطاف فخطف. هاللويا. يلي شافه أخذوه. أخذوه. هاللويا. معنا اتصال. ألو. مرحبا، شو اسمي؟ شهيل. أهلا. أخ عمار بلامي. كيفك عمار؟ حبيبي حبيبي، ربي يبارككم. كيفك انت والأسيس سعيد المبارك؟ حبيبي تخيل مبارك كثير أسيس سعيد، فكرة نجيبه بعد مرة. أكيد أكيد
أكيد مبارك. هيدا أسيستك كيف ما يكون مبارك لكان. بلا سياسة يا عمار الله خليك. الله خليك الله خليك. حلو الموضوع اللي عم تحكوه عن الاختطاف وأخنوخ كيف صار الرب معه. فكتير الموضوع كتير رائع. بس أنا عندي طلبة صلاة لأجل معهد التلمذة والقادة اللي راح يبلش نهار الأربعاء عنا بالكنيسة. فكتير ونحن مجموعين كعائلة ومجموعين كمجموعة صلاة وعم نصلي معكم للمرضى وللبحاجة وبحب كمان أطلب صلاة لمركز نبع الحياة تاع الأطفال. أمين. المشردة اللي عم تيجي من الشارع يعني عم نضمها نحن لنعلمها ونرتبها وحتى ما يضل شي حدا بالشارع. فكتير بهم هيدا المركز خاصة هلا بعيد الميلاد يعني. ايه ايه. اكيد خاصة شكرا للايام المباركة. الرب يسوع اللي قال عنا دع الاولاد يأتون الي لكن معهم. فهيك حبيت اعلق شوي هيك معكم يا مباركين. شكرا اخ عمار. سلام لك تعبير لكل المجموعة اللي عم يصلوا ببيتك من بركه باسم يسوع. هللويا. وثانك يو لك. نعم يا رب صلينا مشال للمعهد. رب يبارك. ايه بس قال لك سعيد هلا اجاني خبر انه رح الناس يلاقونا 7:30. ايه رح يجي كثير ناس. نعم يا رب نحط هيدا المركز بين ايديك يا رب. نعرف انه انت يا رب بدك انه اسمك يتمجد لانك انت اله بتعرف تتعامل مع المجد. انت يا رب لما بتاخذ المجد هيدا بيلبق لك يا رب. انت اللي بتعرف تتعامل معه. بصلي انه هيدا المعهد يكون عم بجيب مجد لاسمك يا رب. انت يكون عم بيبني ناس، عم بيبني تلاميذ، عم بيبني رسل يا رب. بدنا كنيسه يا رب تنطلق لقدام، كنيسه يكون فيها اشخاص متلمزين على ايديك يا رب يسوع، اشخاص مندفعين للحياه وبيعرفوا انه ملكوتك لازم يمتد، لانه انت قلت يا رب كل الارض ستعرف مجدي، ستمتلئ من معرفه مجدي يا رب. بصلي انه هذا يكون انطلاقه يا رب، من وحده من الانطلاقات اللي بالعالم، يكون كمان هذا مركز يا رب يقدر يضم قد ما في ناس حواليه يا رب، لحتى الناس تجي وتتعرف على مجدك، تتعرف على شخصك، وتعرف انه لما بنتعرف عليك يا رب نحن صرنا بالحياه الابديه. امين. باسم يسوع بصلي يا رب قوه لكل شخص هو داخل بهذا الموضوع، كل شخص عم بيعلم، كل شخص عم بيهتم. باسم يسوع منصلي لقوة لحياته ومسحة خاصة من روحك القدوس. أمين. ميشيل أنت كمان بلشت مركز مثل المركز تبعنا بسد الوشرية كمان. إيه هذا وقت طلعت معك كنت ضيف وقتها بعد. أما يزرعه الإنسان إياه يحصد. أوكي. سو أخ نوخ يلي شافه بالإيمان شاف الاختطاف. ويلي شافه يلي آمن فيه حصل عليه حتى قبل ما يجي الاختطاف. أمين. شو هل انا انتبهت لها سمعت حدا عم بيقولها مش انا شفت حدا عدا لفتت لي نظري ولا برا فكرت فيها بتشوفه تحصل عليه اذا بتشوف المسيح بحبك رح تاخذ محبته اذا بتشوف العجيبه حصلت رح تاخذها بس الايمان ايضا يامر لانه الملكوت فينا مملكي والملك يامر يعطي اوامر اذا نسمع نؤمن ونأمر لا نأمر الله حاشا وكلا بل أنا أسمع نأمر بسلطان الله باسمي تصنعون العجائب ايه باسمي ايه تخرجون الشياطين باسمي تتنبؤون أمين. إبراهيم كمان يعني بعيونه الإيمان شاف طب بدك ما حصل عليها لكن شاف يمكن كرمال المرجع للإخوة اللي عم بيشيروا تكوين افتح معي تكوين إصحاح 13 أو أيده وهلأ مسجل الحلقة فينا نرجع نحضرها بعدين على اليوتيوب رح نشتريهم الحلقات ونحطهم على اليوتيوب او نعرضه على يوتيوب تكوين 13-14 لك شو بيقول له الرب لابراهيم قال له ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا قال له انطلع قال له يا ابراهيم انظر يمين شمال شرق جنوب غرب قال له كل شيء بتشوفه عيونك رح يصير لك قال له يا خيب ما فيني ما اطلع قال له لا بدك تطلع بديك تشوفهم جواتك بديك تاخذ رؤيه جواتك قال له هول مش هلا بس حيجي وقت اولادك حيمتلكون مزبوط بسبب مزبوط. ايمان ابراهيم امتلكوا الارض اولاده اولاد يعقوب امين هلا كمان بالنسبه لو ما كان عنده اولاد كمان قال له يا ابراهيم بدي اعطيك اولاد بس بدك تساعدني قال له كيف بدي اعمل بدي اياك تامن قال له كيف بدي اعمل قال له اطلع بنجوم وتخيلهم اولادك قال له اطلع بتراب وتخيلهم بديك تشوفهم جواتك بديك تطبعهم بايمانك بديك تاخذ كلمه وتصدقها امين امين وهذا اللي صار كان مختير زلمة 99 سنة ومرته
ما في نوى يعني خلاص. ما في سنان يعني. ما في سنان. ما في سنان. أنا تتجوزي ولا بتاكلي سكر نبات يا مرة؟ على حسرتي أنا بعد في لأكل سكر نبات. أوكي بقى بالإيمان، بالإيمان رأى هالأشياء، ونحن محتاجين إيمان لكي نرى بركات الله. إذا ما عندك إيمان بكل بساطة لأنك ما عم تقرأ الكلمة، ما عم تعرف قديشك محبوب، لأن عيونك على الأشياء مش منيحة انطبعت فيك، عيونك على العواصف، عيونك على المشاكل، عيونك على الجمع. مش بس هيك سعيد، أوقات في ناس بيكونوا هن بحاجة إنه ينحبوا، عيونهم مش بس عواصف، عيونهم مثلا على ناس أوقات بدهم إياهم يحبون، لأنه هن عايزين نوع محبة ما بيش أنا يعني ما فيهم يشبعوا من الناس. أنا بدي الكل يرفع عيونه للرب. أمين أمين. بدنا نشجع الكل ناظرين إلى رئيس الإيمان. بدي شجع الكل مثل ما قال يوحنا المعمدان، بيهولد انظروا هذا هو حمل الله، طلع على حمل الله، طلع على الخروف اللي انذبح محلك، طلع على اللي افتداك، طلع على اللي بررك، قوتك من تبرير الله لك، هيدي قوتك بحدا ولا سلاح رح يقدر لك ولا شكاية ولا سلاح. ليش؟ انه برك من الله. اذا انظر الى المسيح، ما بعرف شو مشكلة الناس هلا، ما بعرف شو مشكلتك، اريدك ان تؤمن. شوف قال له بيوحنا ثلاثة، رسالة يوحنا الثالثة اصحاح واحد على الثاني، قال له يا ابني المحبوب أروم أو أطوق أن تكون ناجحا في كل شيء. يعني مشيئة الله لقلي الرب عم بيقول لي يا ابني المحبوب أنا شوق قلبي يا ميشال أنك تكون ناجح في كل شيء. في وهي موجودة بالعهد القديم، هذا الوعد موجود بالعهد القديم. قال له بدي إياك تكون ناجح. إذا ما فيك تشوف أنه الرب بدي إياك ناجح ما حتنجح. مزبوط. إذا ما فيك تشوف أنه الرب بدي إياك تكون بصحة الجسد كما في صحة الروح بكل صحة جيدة ما حفيك تخدها. قال له إيمانك شفاك. المرأة النازفة قال لما رأت يسوع والجموع، هيدي مرأة نازفة ممنوع نجسة تدق بالناس، فاتت شق الطريقة تدفش يمين شمال تدفش الناس، ما فرقت معها، لأنها قالت في قلبها، لأنها رأت، لأنها تصورت، إذا فقط لمست طرف ثوبه أنا شفيت ليسوع. إيمانها بشخص المسيح خليها تدفش، خليها تعرض حالها للموت، يعني هيدي ترجم هيك امرأة ترجم تموت، خليها تضحي بحياتها، تضحي بالغالي وبالرخيص ومش فرقني مع الناس وبدي يقولوا بسيطة، لأن شافت شفاءها عن طريق هذا الرجل يسوع المسيح. هللويا. بقى شق الطريقة ولبس الطوب لمس الطرف طوبه. بس بدي أسألك سؤال، إذا حدا من ورا لمس لي طوبي أنا ما رح أحس، والعالم كله عم تدفش يسوع، بس قوة إيمانها، ولكن في لمسة عن لمسة فرقت، لأنها شافت في السحبة المعجزة من يسوع قصداً عن يسوع. قال بل مسلي خرجت قوة مني، هو عارف طبعاً بيعرف كل شيء وشايفها بإيمانه، ولكن إيمانها أخذ المعجزة. هللويا. هذا إيمانها بشخص يسوع. سعيد أنا بفتكر لازم نختم، بما أنك عم تشجع كمل نشجع ونصلي مع الناس قبل ما نختم. أمين. أنا أشجع الجميع الآن، شيل عيونك عن مشكلتك، وإذا أنت مارق بمشكلة صعبة 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 وعم ترجف من جوا، خليني أقول لك قصتك انحلت ومحلولة وهالقصة لمجدك. وإذا أنت مارق بوضع ألم كثير 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 جدا، هذا الألم إذا أصعب وقت ألم مارق فيه، تقول لك شغلة هو ألم الولادة، الولادة جاية. هاليلويا. وهيدي آخر ساعة بقول لك إياها وبتنبأ لك، قوم امسح دموعك، قوم غسل وجهك، وقوم اشكر الرب لأن المعجزة جاية باسم الرب يسوع. يا رب أتنبأ الآن على كل من يحتاج شفاء، كل من يحتاج تحرير، كل من يحتاج شغل باسم رب يسوع، خذ شغلك باسم يسوع. نعم، نعم. امتلك. انا ارسل كلمه لك، شغل للمحتاج شغل، قوه للمحتاج قوه، شفاء للمحتاج شفاء، تحرير للمحتاج تحرير من المخدرات، تحرير للمحتاج تحرير من الدخان ومن الكحول، تحرير للمحتاج تحرير من افكار سلبيه وشريره، اكسرها باسم يسوع الان. يا رب افتح عيون شعبك حتى يراك. أمين. ويسمع. أمين. لك ويرجع لك باسم يسوع يلي بعد ما عرفك يا رب، افتح عيونه لكي يرى، انه اصلي معجزه. نعم فتح يا عيون. نعم يا رب. ناظرين الى رئيس الايمان يسوع المسيح باسم الرب يسوع المسيح، اصلي شوف المسيح، اريدك ان ترى يسوع الان جاي ومع مع مع سحابه الاف القديسين على صوت البغل الاخير لكي يدين الاشرار وياخذ اولاد والابرار اليه. امين امين. امن بالرب يسوع فتخلص. اريدك ان ترى الخروف مذبوح من اجلك على الصليب لانه يحبك. قول هللويا، قول امين، وصرخ للرب من كل قلبك. هللويا. امين. والله انا بصدق يا رب. ايمان. امين. انا حابب اتذكركم انه
شو ما يكون عندكم حاجة، أي حاجة عندكم إياها يسوع بمليها، ما في ما في إنسان في ملي لك حاجتك. إذا أنت بحاجة لمحبة ما تروح عند البشر، فيك تاخذ محبة من البشر بس مش هذا رح يملي لك كل الفراغ اللي عندك، يسوع رح يملي لك. إذا عندك حاجة مادية لحتى اركض لعند الرب أول شيء، ما تركض على التليفون بلش تلفن للناس أول شيء، لأنه الرب بيقول اطلبوا ملكوت الله أولا وكل الأشياء الأخرى تزاد لكم. فخلي يكون عندك هالنفسيه، يكون عندك هذا الفكر انه انا بدي اركض لعند الرب، هو الاس او اس تبعي اول شيء. امين. يمكن الرب يقول لك روح لعند هذا الشخص، يمكن الرب يقول لك انا رح اعمل هالشيء، بس روح لعنده اول شيء. اوكي، نحن بالبيت لحتى اذا حدا مريض قبل ما ناخذ البنادول بنصلي، مع انه البنادول بيشفي بس بنصلي لحتى نقول له يا رب نحن انت الشافي الاول لنا. حبيب هيك يودعكم ويقولكم انه للاسف سعيد فيك تجي بعد حلقه ما خلص. لا ثلاثه جاي عندنا مدرسه التلمذه ببلش التنين. طيب جيب الأسيس وليد خوري كويس. حابين لكم باي باي، وأنا بلاقيكم بحلقة جاية أسبوع جاي يوم الثلاثة الساعة 6 من عشية، كونوا معنا على الموعد. ربي يبارككم.